أولا نحن نأمل بأن تشكل هذه المهرجانات بكورة حقيقية لانطلاق المصالحة الوطنية، ونحن إذ نثمن في هذا اليوم مشاركة القوى والفصائل الفلسطينية وكذلك أيضا المخاتير والعشائر والمجتمع المدني وأبناء شعبنا الذين يشكلون سياجا حقيقيا لحماية المصالحة المجتمعية. مرة أخرى أقول بأنه نحن نتمنى بأن تكون هذه الميادين هي ملاحم حب ووئام بين أبناء الشعب الواحد، وذلك لمواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا الفلسطينية. رسالتنا إلى شعبنا وإلى عوائلنا، أسر الشهداء الذين اليوم نقف معهم جبرا لخواطرهم ومسحا لجراحاتهم التي كلمنا نحن وإياهم بها قبل سنوات في إثر الصدام والانقسام والخلافات الداخلية. اليوم شعبنا ينتصب واقفا ليقول مهما كان بيننا من خلافات نحن موحدون، قادرون على أن يلتئم جرحنا الداخلي، قادرون على الوحدة الوطنية، قادرون على المصالحة، خاصة أنها تأتي المصالحة المجتمعية كجزء مهم من بنود المصالحة الوطنية العامة الشاملة التي ننشدها. لذلك اليوم نقف موحدين في كل واقعنا الفلسطيني لبناء جسور المحبة والثقة والتسامح والتغافر، لنقف موحدين في أمام التحديات سواء صفقة القرن أو غيرها أو كل ما يمكن يعترض قضيتنا الوطنية الفلسطينية. اليوم جبر الضرر العدد 40 من عائلات الشهداء، وكما تعرف فقد انتهينا من ملف 134 من عائلات الشهداء من الشهداء قبل ذلك سابقا، أي بمعنى أنه انتهينا الآن من ربع عدد الذين سقطوا ضحايا وشهداء الانقسام. هذه هي بداية حقيقية، لأنه هذه اللجنة هي إحدى اللجان في اتفاق القاهرة 2011، وبالتالي هي لجنة معقدة صعبة للظروف التي يعيشها شعبنا ولطبيعة شعبنا الفلسطيني، ولكن بالحل باستجابة هذه العائلات بالقدوم إلى هنا، هذا دليل على أننا يمكن أن نصل إلى الوحدة الوطنية الكاملة لنستطيع مواجهة كل التحديات وكل الأخطار التي تواجه القضية الفلسطينية. وهذه إجابة على كل أولئك الذين ينظروا أن شعبنا الفلسطيني يسامح ويغفر ويقول أترك الأجر عند الله سبحانه وتعالى من أجل فلسطين، فقط فلسطين. أعتقد أنه هذا يوم تاريخي، أنه نستكمل فيما بدأناه في فترة سابقة أيضا، وأنهينا أكثر من 160 ملف أو 150 ملف تقريبا من هذا تقريبا لرأب الصدع ولتوحيد أبناء الشعب الفلسطيني ولنسيان الخلافات ولتحقيق المصالحة المجتمعية بين أبناء الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتحقيق المصالحة الكلية بين أبناء الشعب الفلسطيني، لننطلق إلى تحقيق الملفات الأكبر في تحرير أرضنا ومقدساتنا، توحيد كل الجهود في مواجهة الاحتلال الصهيوني. المجلس التشريعي رعى هذه المصالحة المجتمعية، أصدر قانون للمصالحات المجتمعية ليوحد أبناء الشعب الفلسطيني ويعطي الحقوق للجميع ويتناسى كل الخلافات السابقة وينطلق انطلاقة جديدة لوحدة فلسطينية حقيقية على أرض الواقع ولتحرير أرضنا ومقدساتنا أيضا. 40 أسرة من أسر شهداء الانقسام البغيض يتم الجبر عنهم اليوم في هذا العرس الوطني الكبير، هذا العرس الرابع من أعراس المصالحة المجتمعية، مدخل طبيعي وحقيقي لتنفيذ اتفاق القاهرة في العام 2011 للمصالحة الوطنية، وممر إجباري من أجل العودة إلى استعادة الوحدة الترابية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي والشراكة السياسية.